قدمت إلى هذه المدينة ليعلم الجميع دون استثناء أن الدولة التونسية لن يربكها أبدا من يتربص بها من الإرهابيين، فالرد عليهم سيكون بأكثر مما يتصورون بإرادة شعبنا التي لن تلين، وبإرادة قواتنا المسلحة العسكرية، وبإرادة قوات الأمن الداخلي. وهذه فرصة لأحييهم جميعا من هذا المكان، من هذه المدينة المناظرة، ومن كافة المدن الأخرى المناظرة أيضا. وحين تلتحم هذه الإرادة كما حصل في بنقردام وكما حصل في عديد الملاحم الأخرى، فلن يقدر أحد على إرباك الشعب التونسي كما يتوهم، وسيرد الشعب التونسي بقواته العسكرية والأمنية وبكافة الأسلاك النشيطة كيدهم في نحرهم من يتربصون بتونس ليتأكدوا أنهم لن يقدروا أبدا على الدولة التونسية وعلى شعبها الذي اختار طريق التصدي لكل هذه المؤامرات وكل هذه المناورات التي تحاك له من قبل هؤلاء الإرهابيين. دي أكلها سلام عليكم. يعطيك الصحة. جاءت إلى هنا رسالة موجهة إلى الجميع، وأن الدولة التونسية لن يقدر عليها أحد من هؤلاء الذين يعملون تحت جنح الظلام من الإرهابيين فوق الأرض وتحت الأرض كما كنت أتحدث منذ قليل. سيد الرئيس، حبيت نعطيك بسطة صغيرة على مرجع نظر الولاية ككل، وثم على معتمدية الوردانيين أمنيا معناها، وخلافا لما روج معناها في الفترة الأخيرة اللي معناها فما بعض البلبلة وفما بعض التجاوزات. نحب نطمنكم ونطمن الناس كل من خلالكم سيد الرئيس اللي الوردانيين ممسوكة أمنيا، و لا أشك في ذلك. الاحتياطات ناخذوها بعين الاعتبار في خصوص الولاية ككل، ومن ضمنها معناها معتمدية الوردانيين اللي الحملات تشملها تكاد معناها الحملات معناها الموجهة لمعتمدية الوردانيين تكاد تكون يومية وتكاد تكون دورية. النتائج معناها اللي سجلناها، سجلنا نتائج إيجابية على مستوى معناها الجريمة، على مستوى الأمن العام، على مستوى التوقي من الإرهاب. دونك في عديد المستويات سيد الرئيس حققنا نتائج أمنية إيجابية، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن وإن شاء الله نكونوا في المستوى. أنا متأكد أنكم دائما عند حسن الظن كل التونسيين. سيد الرئيس، بلادنا آمنة ولا بأس، وحمد الله رب العالمين. سيد الرئيس، الدليل هذا موجود، بلاد فلاقة وكلنا عشان ولا بأس، رجال ورجال. عندنا منطقة صناعية يعني على ذمة أملاك الدولة، 25 هكتار بين الوردانيين ومساكن، رانا جرينا نحبوها الأرض هذيا ترجع أصل لبلدية الوردانيين، ورانا شبابنا يعني عنده أحلام كبيرة، ورانا ديما نبرهنوا على اللي احنا نحبوها الأرض. سيد الرئيس، سيد الرئيس.